لو عاوز تبعت اغنيه دلوقتي لشريكه حياتك اللي شافت معاك الويل، هتبعت لها اغنيه ايه وانت باصص كده للكاميرا كده؟ اقول لها كاميرتك هنا اهي، هنا اهو. حاضر. أو هنا. اقول لها اغنيه ام كلثوم اللي اعتقد كانت بدايه بليغ حمدي مع ام كلثوم، حب كله بعيد عنك حياتي، بعيد عنك. دكتور سامح، احنا حلقتنا خلصت، كنا سعداء بيك قوي. انا شوف اشتغلت في الاعلام بقالي اكتر دلوقتي من حوالي 40 سنه واكتر من 40 سنه، لكن والله وحياه ربنا بقولها بدون مبالغه، انا في القعده دي او في الحلقه دي بالذات اتعلمت فيها حاجات كتير، لازم اراجع نفسي تاني، عشان انا يهمني جدا راي كمان المشاهد. انا قبل ما بطلع ببص لنفسي في المرايه بقول لا ده المشاهد ده هيبص على كذا ويبص على كذا ويبص على كذا. فانا بشكرك على تواجدك معنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي اللي انتوا ساهمتوا في انشائها مع الكابتن حسن حمدي والشيخ صالح كامل رحمه الله عليه. فانا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش غير اقول ان انا لم اشعر بغربه ولم افتعل، لانه اسئلتك كانت تلقائيه وانا كانت اجاباتي يمكن تحس انها كانت تلقائيه وطالعه من القلب، لاني مش عشان انا قاعد معاك، انا بقول النقاء اللي جوه مصطفى عبده سواء دلوقتي او في جلسات خاصه او باللي بسمعه من كل الناس حقيقه مؤكده. ربنا يخليك يا دكتور سامي. احنا قبل ما نختم احنا قدام حضرتك الاوتوجراف، يا خبر ابيض، نسعد بكلمه من حضرتك فيه. حاضر. في الاوتوجراف علشان خاطر ده للتاريخ. حاضر. لان الكلام ده هيتباع هيتباع بعد كده بملايين يا دكتور سامي. في نسبه يعني؟ في. ربنا يخليك. سمع بقى السادة المشاهدين الكلام اللي انت كتبته يا دكتور. حاضر. إلى أحد أبناء الأهلي الأعزاء الموهوبين الذين سجلوا معه بطولات وإنجازات، إلى اللاعب المحترم والمحاور المحترم كابتن مصطفى عبده، كم كانت لحظات سعيدة بوجودي وتشرفي بالحوار معك في قناة الأهلي. سامي عبد العزيز. دكتور سامي، يعني مش قادر أقول لك، انت شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. تسلم تسلم. ودايما يا رب بصحه وعافيه وتمتعنا كمان وكمان. ربنا يخليك. انا سعيد جدا. والساحه المصريه الاعلاميه المفروض تستفاد منك اكتر من كده كمان وكمان. في ناس كثيره وتعلمت منها، وبدليل الدكاتره الموجودين في جامعه القاهره كليه اعلام وكل الشباب اللي بيطلع، فاحنا نتمنى لك الصحه والعافيه وتمتعنا كمان وكمان. ويا رب مصر تبقى، اقول ايه، كريزة الكرة المصرية في المنطقة يا رب العربية. يا رب يا رب كده حلقتنا خلصت، على أمل لقاء ونجم جديد من المجري. تصبحوا على خير.